شايفة كمان ممكن يكون في سفر، عم بيفكر برج العقرب بسفر على عمل. شايفة انه هذا الموضوع رح يكون ابسط بكتير من ما انت تفكر. يعني انت بفكره انه معقد، يمكن لسه ما بلشت بالاجراءات، انت مفكره انه معقد انه كذا، بالفترة الجاية رح يتسهل كتير هذا الموضوع. شايفيتك هون اوريدي خلص مجهز امورك وبدك تسافر، ولكن بيقول لك انه انه ما تسافر لحالك، يعني على الاغلب رح تسافر اما مع زوجة، مع حبيب، مع ما بعرف، بس يعني بينصحك الورق بانه ما تسافر لحالك، لانه انت من الناس اللي شوي عاطفيين، فيمكن إذا سافرت لحالك تكون كتير شاعر بالوحدة، كتير تكون متعذب يمكن نفسيا، فحلو إنك تسافر مع حدا، مو شرط حبيب أو كذا، ممكن يكون أخ، ممكن يكون، بس أنا شايفيتك مسافر مع حدا يعني مش لحالك. شايفة فيه كمان شخص ممكن يكون عندك في العمل شايف حاله مش مصدق، وانت عم تاخده على قد عقله على طول الوقت، ولكن هذا الشخص رح يكتشف امور، رح يكتشف انه انت ماخده على قد عقله، يعني رح يكون في شوية صراع للناس اللي اساسا عم يشتغلوا، في صراعات شوي على خفيف يعني مش كتير. هذا الشخص ممكن يكون هوائي، ناري او مائي، اكتر اشي مبين. مبين انه كمان في وفرة مالية في نهاية الفترة او ترقية، خلينا نقول للناس اللي اوريدي بيشتغلوا، في فرصة جديدة، كمان في فرصة جديدة حلوة كتير قلنا عنها للناس اللي ما بيشتغلوا. من ناحية الصحة، شوف الصحة انت بتعتمد على الموضوع النفسي، فانت تعبان نفسيا بالورق فعم ينعكس على صحتك، فانت شو لازم تعمل؟ يعني دايركت لازم انه تظبط نفسيتك، تحاول تعمل توازن في ما تفكر كتير، ما تعطي للامور اكتر من حقها، لحتى صحتك تكون منيحة. الاناث من برج العقرب عم بيهتموا جدا جدا في جمالهم، هن اساسا جميلات يعني، بس عم يهتموا اكثر في كل الموضوع، في كل المواضيع اللي بتخص الجمال. شايفيتك هون عم تترك دنيا وتفوت دنيا جديدة، تطلع من حبس، والله فعلا يمكن يكون في حبس بالموضوع، انت محبوس يمكن مسجون، لا بمزح، ممكن يكون بالمعنى المعنوي لهذا الموضوع، انه كنت محبوس جوا افكار، كنت محبوس جوا اوهام، رح تفتح هاي الطاقة، يعني رح تفتح في طاقة رح تنفتح مثل تفتيح عين او روحانيات او شيء، عم تطلع من هذا الحبس او السجن او الاوهام لأرض الواقع. عم بشوف كمان ممكن تترك دنيا تفوت دنيا تانية، تخلص سايكل من حياتك تبلش سايكل جديدة. شايفة انه في باب رح ينفتح لك هون. انا قلت في ناس عم بتكون متشائمة، تركت شغلها كذا، عم بيكون في نقص بالمادة طبعا نتيجة هذا الاشي، يعني لانه مرتبط المادة يعني عمل، فعم بشوفك لا في فرصة جديدة، في باب جديد عم ينفتح انت ما كان يخطر على بالك ابدا. خلينا نشوف شوي على العاطفة. راح تمسك ايد الحبيب العقرب، ما بتقولنا، ما بتخبرنا، في حب كبير، في مشاعر كبيرة بكن لك اياها الحبيب، او انت بتكن له اياها. يعني انا بعيد بكل برج نفس الكلام بحكي لكم انه القراءة ممكن تكون عكسية، لانه القراءات العاطفية احيانا بتكون عكسية.
شايف الطرف الثاني يعني مش قادر على البعد، في شغف كبير ناحيتك، في شوق، في محبة، وانت شو؟ انت اعصابك باردة، علاقة ثلاثية، ولكن ما بشوفها ذات أهمية، ما بشوفها إنها مهمة. وما في علاقة يعني ثلاثية مش مهمة ومهمة وكذا، بس ما بشوفها انها دائمة او كذا، بشوفها انها مرة واحدة، يعني خاصة انه كرت واحد بين وخلاص، بعديها في مصر على هاي العلاقة. اوكي، اول شي طاقات قبل ما انسى، طاقات عم تكون هوائية زي ما انتم شايفين، نارية مائية اكثر شي. هلا مش شرط اذا انا ما ذكرت يعني مثلا طاقات معينه بتكون الابراج مش موجوده، ما دخل، هاي طاقات يعني عادي ما بتاثر، بس احنا انا بحكيها عشان انتو بتحبوا انه احكيها. هلا بالنسبه للعاطفه، شايفيتك يا عقرب عم، او العكس يعني، يا انت يا شريكك، عم تكتشف أكاذيب، عم تكتشف موضوع معين بتعلق بالطرف الثالث، عم بتحاول بعديها إنك يعني إما تجاكره، إما تعطيه القدر اللي هو يعني تحجمه، ما تعطيه حجم، رح تعلمه درس، زي ما هو ضحك عليك أنت حاسس بأنه بدك تضحك عليه، شاعر بالانتقام يعني ناحية الطرف الثالث، وكأنه ضيع الشريك من ايدك او لهاك عن الشريك، حاسة هيك من الورق في عندك كتير صراع من ناحية العاطفة، ما عم ترسى على بر طول الوقت، لكن بالفترة الجاي انا بشوفك يعني خلص حصلت على الحبيب بكل اريحية، شايفة انه الحبيب شوي الآن عم بمر في ضيقة مالية، ولكن هاي الضيقة يعني ما بشوفها مستمرة لوقت طويل. بشوفك بشوف شوفه على الأغلب الأنثى، إن كان أنت أو الطرف الثاني، إن كان أنثى فعلى الأغلب هي المنتصرة، وهي اللي راح تكون يعني إلها اليد العليا في الموضوع، هي اللي راح تكون ماسكة الموضوع او بتحركه بالطريقة اللي بدها اياها، هي اللي راح تكون الليدر في الموضوع. شايفة هاي العلاقة كتير، شوف هدول الكرتين، يعني مكملين لبعض، نفس الصورة، عم بتكونوا متشابهين كتير كتير انت ويانا، ما عم بقول على الصعيد الثقافي وشغل هذا، لا انا عم بقول بالمستقبل بهاي الفترة راح تكونوا كتير قريبين من بعض، لدرجة انه يعني راح تشبهوا بعض بالاخير. فشايفة انت راح تقدم والطرف الثاني راح يقدم نفس الكاس، كاس الحب، فدول كرتين مع بعض انه واو، يعني نادرا ما يطلعوا مع بعض، وعلاقة مستمرة وجدية، ما راح تكون اللي هي علاقة عرضية او كذا، عم بشوف واحد من الطرفين او انت عم بتكون كتير شغوف على الطرف الثاني، مش قادر تستنى، بدك بأي وقت تبلش، ولكن هذا صبرك راح يعني راح ينتهي وراح توصل للي بدك اياه، لانه 10 هون عندنا رقم 10، خلص انت خلصت التعب، خلصت الامور هاي كلياتها، الزنخة اللي فيها عكوسات، وعم بتبلش شي جديد مع الحبيب، فكروت يعني حلوة. بس يا عقرب بطل تشاؤم انت، وانت راح تشوف كتير اشياء حلوة لو تركت التشاؤم او الافكار، ابعد عن الناس المتشائمة، عم بشوف في حواليك يعني ناس كتير متشائمة، او عم بيحكوا لك، عم ايش بيسموها، بكسروا مقاديفك على قولة اخواننا المصريين حبايبنا، او انه يعني ما بعرف، في حواليك ناس بيحاولوا انهم يحطوك، فابعد عن هاي الناس او همشهم، اذا كانوا من العيلة
بشوف للبعض من عندكم من العيلة نفسها. فلو ما كنتوا لو ما كنتوا قادرين انه تبعدوا عن هدول الاشخاص اذا كانوا من العائلة، ففيكم انه تهمشوا، يعني تسمعوا من هون تطلعوا من هون، فبس انكم تبتعدوا عن الاشخاص السلبيين. شوف رح توصل لمرحلة رح تصلي فيها يمكن ركعتين شكر يا رب على موضوع انت كنت. شوفوا هذا الشخص في جزيرة لحاله وحيد مثل مثلث برمودا، ما فيش يعني حدا هناك نهائيا، وإجهاله الفرج من بعيد، فبيقول لك ثانك جاد رح توصل لهاي المرحلة، انه تشكر ربنا بكافة الوسائل على الأمور اللي انت عم بتحققها بالفترة الجاي ان شاء الله يا رب. الله كريم. بس بقول لك زيح الأفكار السلبية من راسك، لا تسمع أوهام، لا عيش بالواقع زي ما هو. كمان عم بشوفك يا عقرب البعض منكم عم بيحلم أحلام اللي هي غير واقعية، فلا بيقول لك امشي على الأرض، يعني امشي واحدة واحدة واحدة، ما تحلم بالشي البعيد جدا، لا احلم شوي شوي، يعني انت رح تحقق الامور ولكن يعني شوي شوي، ما تحمل حالك اكثر ما بتستحمل. طيب خلينا نشوف مثلا، شو بدنا نشوف، خلينا نشوف هدول الكروت شو عم تقول لبرج العقرب. forgiveness. شوف حبيبي هاي الطاقة بتعطيك طاقة إيجابية، إذا كانت طاقتك ناقصة أو سلبية فأنت بتحولها لإيجابية إذا عملت هذا الإشي. forgiveness، سامح. ما بحكي لك إنه تنسى، يعني إحنا مش من ال... يعني إحنا مش آلة أو ماشيين عشان خلص تكبس على الكبسة وتنسى الموضوع، لا، بس إنه سامح على الأقل زي ما قلت قبل شوي برج من الأبراج، إنه نقول حسبي الله ونعم الوكيل وخلص بكفي، ما نحاول إنه ننتقم، ما نحاول، لأنه في شوي روح انتقامية عند بعض بعض الناس. راح تكون بيقول لك هون إنه خفف شوي من الحساسية، كون عملي أكتر، مشي أمور، ما تدقق على كل شيء وكل شيء رح يمشي، بس بيقول لك إنه احذر من الحساسية، يمكن الفترة الجاية رح تكون كتير حساس، خفف من هذا الموضوع إذا كان موجود عندك. حبايبي برج العقرب.